فنسأل الله العلي القدير أن يوفق وينصر إخواننا في فلسطين من المسلمين، وأن يعينهم ويعلي كلمتهم ويكبت عدوهم من اليهود الغاصبين، ويتقبل موتاهم شهداء عنده إنه جواد كريم، وأن يحفظهم ويكلأهم ويرزقهم من عنده إنه هو البر الرحيم. لكنني أريد أن أذكر بعض أسباب النصر التي جاء الله سبحانه وتعالى بها في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وسأركز على أهم سبب من أسباب النصر، ألا وهو تحقيق التوحيد لله جل وعلا. فإذا أراد المسلمون أن ينتصروا على اليهود وعلى أعدائهم جميعاً في كل مكان، عليهم أولاً وأخيراً بتوحيد الله الذي هو أساس الدين وأساس الملة، ولا دين ولا إسلام ولا إيمان إلا بتوحيد. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فبإنعدام التوحيد لا دين ولا عمل صالح. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه مبينا شرط النصر، قال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فوعدنا ربنا تبارك وتعالى بالنصر وتثبيت الأقدام إن نحن نصرناه، فقال: إن تنصروا الله. ونصر الله سبحانه وتعالى يكون بتحقيق التوحيد وعدم الإشراك به. قال الله جل وعلا أيضا في ذلك: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط: يعبدونني، أي التوحيد، يعبدونني أي يوحدونني، ولا يشركون بي شيئا. فإذا حققنا التوحيد انتصرنا على اليهود وعلى جميع أعدائنا. ولكن الواقع والمشاهد أن هذا السبب قد غفل عنه غالب المسلمين اليوم، بل قد غفل عن التذكير به غالب الخطباء والوعاظ والمشايخ من المسلمين للأسف الشديد. ولذلك انتشرت الشركيات وظهرت القباب والأضرحة والقبور والمشاهد التي تعبد من دون الله في غالب البلاد الإسلامية إلا من رحم الله تبارك وتعالى، فطافوا بها واستغاثوا بأصحابها ودعوهم من دون الله تبارك وتعالى. فكيف ينصر الله سبحانه وتعالى من كان حاله كهذه الحال؟ وقد ربط الله النصر الحقيقي المؤزر بالتوحيد. فإذا كان في غزوة أحد خالف بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أمرا واحدا من أوامره صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا متعمدين بل كانوا متأولين رضي الله عنهم وغفر الله لهم ورحمهم أجمعين، فجاءت الهزيمة في آخر المعركة بعد أن كان المسلمون منتصرين لمخالفتهم لأمر واحد من غير تعمد. فكيف ونحن إلا من رحم الله أكثرنا يخالف في أصل الدين وأساس الملة وأساس الإسلام في حق رب العالمين التوحيد الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إضافة إلى أن كثيرا أو بعض الدول التي تريد أو تزعم أنها تجاهد اليهود هي قد وقعت في جرائم ليست
بأقل من جرائم اليهود. دول رفعت شعار سب الصحابة، ورفعت شعار سب الرسول صلى الله عليه وسلم، ورفع الشعار تكفير أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وعن جميع الصحابة أجمعين، بل ممنوع فيها أن يسمى المسلم بعمر، وممنوع فيها أن يسمى المسلم بأبي بكر الصديق رضي الله عنهم، وممنوع أن يسمى المسلم بعثمان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أجمعين. فكيف ينصر الله من كانت حاله كهذه الحال؟ أم نحن نخدع أنفسنا؟ وبعض المسلمين بجهلهم يلجؤون إلى هؤلاء الرافضة والشيعة الذين يكفرون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وينتظرون منهم النصر على اليهود. وأقول، ما هو الفرق، ما هو الفرق أو الفروقات الجوهرية بين اليهود والشيعة الرافضة السابين والمكفرين لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الطاعنين واللاعنين حتى في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الفرق بين هؤلاء وبين اليهود؟ ما هو الفرق بين هؤلاء الشيعة الذين يعبدون عليا ويعبدون الحسين ويعبدون الحسن ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويدعونهم من دون الله، وبين اليهود الغاصبين الذين يعبدون عزيرا ويستغيثون به ويدعونه من دون الله؟ ما هو الفرق؟ ثم ما هو الفرق بين الصوفية الذين يرفعون شعار الإسلام ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعبدون شيوخهم ويتبركون بقبور شيوخهم وينذرون لتلك القبور ويستغيثون ويدعون أصحابها من دون الله، ويزعمون أن أشياخهم أرباب مع الله سبحانه وتعالى؟ ما هو الفرق بين عباد القباب والأضرحة هؤلاء وبين اليهود الذين يعبدون عزيرا أو غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ ما هو الفرق؟ وكيف ننتظر نصرا من هؤلاء الذين يعبدون غير الله على أولئك اليهود الذين يعبدون غير الله؟ وقد قال الله تبارك وتعالى: إن تنصر الله، إن شرطية، إن تنصر الله ينصركم، أي إذا لم تحققوا الشرط ولم تنصروا الله بتحقيق التوحيد والبراءة من الشرك كبيره وصغيره ومن أهل الشرك لا ينصركم الله، ولذلك لم يأتي النصر. لماذا؟ لوجود هذا الشرك. والأدهى والأمر أن كثيرا بل أغلب الشيوخ والذين ينتسبون إلى العلم من المسلمين أنفسهم لا يتكلمون في هذا الأمر، ولا يحذرون بلدانهم ولا دولهم ولا أقوامهم من هذا الشرك الذي بسببه خذل من ينتسب إلى الإسلام، بل فوق ذلك كله يحاربون من يدعو إلى التوحيد ومن يحذر من الشرك. فتاوى تخرج من دار الإفتاء في بعض الدول الإسلامية تجوز دعاء الموتى من دون الله، وتجوز التبرك بقبور الأولياء والصالحين المزعومين. أهذا حال من ينتصر؟ لا والله، والله لن ينتصر من كانت حاله كهذه الحال، حتى نرجع جميعا إلى توحيد الله وإلى إفراد الله بالعبادة وإلى عدم الإشراك به وإلى عدم الالتجاء أو الاعتقاد في غيره سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى لما قذف الرعب في المشركين الأولين وفي الكافرين الأولين إنما قذف الرعب بسبب إشراكهم بالله. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. فلا تخدعوا أنفسكم أيها المسلمون، ولا يغشنكم غاش من شيوخ الضلالة وشيوخ الفتنة من الإخوانجية الذين يرفعون شعار قضية القدس وشعار قضية فلسطين ليجمعوا التبرعات. هكذا يفعل الإخوان المسلمون، ليجمعوا التبرعات ويبنوا بها العمارات الشاهقات في بعض الدول وفي خارج فلسطين باسم القضية الفلسطينية، باسم القضية الفلسطينية. شيدوا شركات ومصانع تصب في جيوبهم
ويأكلونها في بطونهم، والفلسطينيون المسلمون المساكين لا يجدون من ذلك فلسا واحدا. فوقوا أيها المسلمون، وعليكم أن تتيقظوا أيها المسلمون. كل هذه الأحزاب من جماعات صوفية ورافضة وشيعة وإخوان مسلمين وغيرها من أحزاب تدعي أنها إسلامية، والإسلام الصحيح من تلك الأحزاب ومن تشهيدها وحزبيتها براء، كما قال الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، وكما قال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. فلا تخدعنكم تلك الأحزاب التي في حقيقتها وفي أولها وأساسها إنما هي موالية لليهود وتصب في مصلحة الغرب من اليهود والنصارى، وهي التي فرقت المسلمين وأضعفت الإسلام والمسلمين. لا يخدعنكم هؤلاء، ولا تخدعوا بشيوخ الضلالة ولا شيوخ الفتنة الذين يؤصلون الشرك ويجيزون عبادة غير الله للمسلمين. والله هؤلاء هم أعوان يهود، وهؤلاء هم الذين ضربنا اليهود بسببهم، ضربونا في عقيدتنا، ثم بعد ذلك جاء اليهود ووجدونا لقمة سائغة بلا عقيدة صحيحة ولا إيمان راسخ، فضربونا بدباباتهم وطائراتهم وأسلحتهم وصواريخهم. إذا أردنا أن ننتصر علينا أن نعود إلى عقيدتنا وإلى توحيدنا الذي انتصر به رسول الله وانتصر به أصحابه من بعده، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. إنما انتصروا بهذا التوحيد لما عرفوا ربهم أخاف الله منهم عدوهم. لما حققوا توحيد ربهم نصرهم الله بقلة عدد وبقلة عتاد، مع كثرة عدد عدوهم وكثرة عتاد عدوهم نصرهم الله عز وجل بهذا الإيمان وبهذا التوحيد. وعلى جميع الشيوخ وعلى جميع الدعاة أن يرجعوا إلى كتاب الله، وأن يذكروا الأمة المسلمة بالعقيدة. إذا أرادوا مصلحة الأمة وإذا أرادوا نصرها على اليهود حقيقة، وألا يلفوا وألا يخدعوا الأمة بشعارات براقة وبألفاظ منمقة. عليهم إذا أرادوا النصر على اليهود عليهم بتحقيق العبادة لله وحده لا شريك له، لأن الذين سينتصرون على اليهود في آخر الزمان من المسلمين ليس هم كل مسلم، وإنما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم، ولم ينتهي الحديث، وإنما قال يا مسلم عمم ثم خصص وقال يا عبد الله. لم ينتهي الحديث عند قوله عليه الصلاة والسلام يا مسلم، وإنما بعد أن قال يا مسلم قال يا عبد الله خصص. فعبيد الله الذين حققوا العبودية لله وهم الموحدون لا غيرهم هم الذين سينتصرون على اليهود حق النصر. فإذا أردنا أن تنتصر الأمة علينا بتحقيق العبودية لله لا لغير الله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.